جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد 12 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن القليوبية والسويس وأسيوط، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها القتل، حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، الإتجار بالمخدرات، والمحكوم عليهم بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وضبط معهم 11 قطعة سلاح ناري من بينها 7 بندقية آلية و3 بندقية خرطوش وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 364 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 844 قطعة سلاح ناري من بينها 1 رشاش و127 بندقية و71 بندقية آلية و73 مسدسا و572 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1001 طلقة متنوعة، إضافة ل 1234 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 428803 حكما قضائيا، من بينها 1907 حكم جناية و152351 حكم حبس و205533 حكم غرامة و69012 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 27 متهما قاموا بارتكاب 18 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 59 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 97 متهما، كما تم إعادة 5 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1094 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1195 متهما، وبحوزتهم أكثر من 198.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 384.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 25 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد عن 22.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 52738 قرص مخدر.